شروق شمس بيعلن بداية يوم جديد. يا رب اليوم ده يكون كله خير وبركة ويعدي بسلام وصحة لكل حد فينا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح مي، وكمان برحب باندرو في الاستوديو. صباح الفل يا اندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024. ان شاء الله أنا ومارينا هنكون محاضراتكم من دلوقتي والمدة ساعتين على الهواء مباشرة. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، حلقتنا بتنقسم لثلاث فقرات. الفقرة الأولى بتكون الفقرة الإخبارية اللي بنقول فيها أهم وآخر الأخبار اللي حصلت مؤخرا، وفقرتنا التانية هتكون الفقرة الصحفية زي ما حضراتكم عارفين، بنتكلم فيها عن أهم وآخر المنشطات اللي بتتصدر الصحف المصرية. وهيكون ضيفنا عبر الهاتف في هذه الفقرة الأستاذ محمد ربيع الكاتب الصحفي. أما بقى فقرتنا الثالثة والأخيرة فهنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا جدا، وهو القلق النفسي والاكتئاب الناتج عن الظروف الحياتية اللي احنا بنعيشها دلوقتي الحقيقة، من غلاء أسعار ومن حروب ومن حاجات كتير بنشوفها كل يوم، سواء على السوشيال ميديا أو في القنوات أو في الأخبار. بينتابنا دايما حالة كده من القلق من المستقبل، بينتابنا حالة من الاكتئاب. إزاي نواجه ده وإزاي نعالج ده وإزاي ما نخليش هذه الأخبار وهذه الحروب والحاجات اللي حوالينا الكتير جدا دي ما تأثرش علينا؟ كل ده هنعرفه أكتر في فقرتنا الثالثة والأخيرة من خلال ضيفتنا اللي اتشرفنا هنا في الاستوديو، دكتور نورهان النجار، أخصائي إرشاد نفسي وأسري. وهذه الفقرة تكون مع زميلتي مارينا. بس قبل ما نبتدي حلقتنا وقبل ما نبتدي أخبارنا، مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما حضراتكم عارفين، مع بداية الدراسة بيكون في تفكير كتير من الأباء والأمهات عن بداية الفصل الدراسي، كمان عن فصول التقوية اللي أولادهم محتاجينها، وكمان عن المصروفات الدراسية والأدوات المدرسية. علشان كده خدمة أتحبني بتعلن عن انطلاق فصول تقوية لجميع المواد في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية لجميع الطلاب الغير قادرين. وهذه طبعا بعد النجاح الكبير اللي حققته السنة اللي فاتت في جميع الفصول الدراسية وجميع المواد الدراسية، بالإضافة كمان لمراجعات نهائية في كل المواد. كمان يا مارينا الخدمة بتعمل على توزيع المواد الدراسية والكشاكيل للأسر الأكثر احتياجا، وكمان مش بس بتعمل على توزيع الكشاكيل والمواد الدراسية، لا كمان هتعمل على سداد المصروفات الدراسية والجامعية للطلاب الأشد احتياجا. وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين كله بيجي في إطار خدمة العملية التعليمية، وأيضا تطوير حياة هؤلاء الطلاب برعاية صاحب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. خلونا نطلع نشوف تقرير عن خدمة أتحبني في بداية العام الدراسي الجديد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مع دخول الفصل الدراسي الجديد بيكون على أولياء الأمور عبء كبير في تجهيز احتياجات الفصل الدراسي. خدمة أتحبني بتقدم كل التجهيزات الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة. إعدادي، ثانوي، ابتدائي، كل الحاجات اللي الطلبة بيحتاجوها أهليهم بيلاقوها موجودة في خدمة أتحبني. الحاجات دي كلها مجاناً. السنة دي كمان عاملين دروس التقوية دي مجاناً لإعدادي وثانوي في كل المواد الدراسية. كلنا طبعاً بنمر بظروف صعبة خلال الفترة دي، محتاجين إن حد يكون معانا يمد إيده معانا إن إحنا يساعدنا نكمل حياتنا كويس، نعلم ولادنا كويس. خدمة أتحبني بتهتم بكل صغيرة وكبيرة، عشان كده كل حاجة هتحتاجوها هتلاقوها موجودة في خدمة أتحبني.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنبدأ مع حضراتكم فقرتنا بأول خبر معانا بيقول انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وهذا إيمانا بأهمية الثقافة والمعرفة في تعزيز الوعي المجتمعي والفكري. الندوة جاءت بعنوان التعليم إلى أين؟ كما شهدت الندوة مشاركة لفيف من الشخصيات العامة السياسيين والمثقفين ونخبة من أعضاء مجلس النواب والأساتذة الجامعيين والصحفيين. المزيد في العرض التالي. مصر النهاردة بتحتاج إلى كل إنسان يمتلك خبرة يستطيع أن يضيفها للمجتمع لنستطيع أن نحسن. وأنا في كلامنا ليس للنقد الهدام، وإنما لبناء المجتمع وبناء أولادنا وتقديم كل شيء مناسب في هذا الجيل. أنا طبعا مش هتكلم على الأهداف ولا هتكلم على الرؤية، إنه أنتوا كلكم تستطيعوا أن تضيفوا الكثير، لكن إحنا بنتعاون معا من أجل هذا البلد الذي حبيناه وتعلمنا فيه وعشنا فيه، ونتمنى أن يستعيد أمجاده في ظل ما يحدث من متغيرات كثيرة في المنطقة. وكل اللي نطلبه من ربنا إن هو يجنب هذا الشعب المشاكل التي حدثت في الماضي والتي من الممكن أن تحدث في المستقبل، يعطي حكمة ونحافظ على ما وصلنا إليه. لأن إحنا منين ما نمشي حتة في العالم نجد أن مصر كانت رائدة وستظل رائدة إلى الأبد في كل شيء. بصراحة كل العلماء الذين أضافوا أشياء في العالم تجدهم مصريين، وتفتخر بأولادنا في كل حتة في كل مجال. ولكن ممكن ان احنا نكون لا نستطيع ان نحافظ على هذه العقول او نحافظ على اولادنا في هذا المكان، لكن بخبراتكم وتواصلكم معا نستطيع ان نضيف الكثير. وانا بعتبر هذا الصالون هو الصالون بتاعكم وليس الصالون للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اللي ليه اهداف كثيرة جدا، وإن كنا قد تأخرنا كثيرا لكن نشكر ربنا في الوقت المناسب. أرحب بكم جميعا فردا فردا كل الحاضرين معنا. الفرق بين التعليم والمعرفة، وإحنا الهدف بتاعنا هو المعرفة. التعليم هو الوسيلة للوصول للهدف. الناس بمرور الزمن مسكوا في الوسيلة وسابوا الهدف. فاحنا دلوقتي بنتخانق في المجتمع بتاعنا على المدرسة وعلى المدرس وعلى المنهج، ونسينا ان الهدف بتاع المدرسة هو المعرفة وبناء الشخصية. المعرفة اللي العالم كله اتغير وبقت وسائل الحصول عليها متاحة لكل الناس، ويتبقى للمدرسة هي معايشة التلميذ والتلميذة عشان بناء شخصية سوية. أنا مهتمة بالتعليم لأني أم، ومهتمة بالتعليم لأن التعليم هو مفتاح النجاح أو الفشل لأي دولة، ومهتمة بالتعليم لأنه هو اللي بيخلق مواطنين قادرين إن هم ينهضوا ببلدهم أو العكس. هقول لحضراتكم شوية أرقام كده صعبة شوية. عندنا تلميذ واحد أو طالب واحد بين كل 5 تلاميذ في سنة تالتة ابتدائي غير قادر على قراءة حرف مش كلمة، ويمكن ده بيبقى موجود أكتر في القرى أكتر من المدن. يعني احنا دايما برضو مركزين على العاصمة جدا، على القاهرة، على الجيزة، اسكندرية، لكن في القرى الحقيقة الوضع بيبقى شديد الاختلاف. نص الشباب المصري فقط من اللي هم حصلوا على مينيمم 5 سنوات تعليم يقدروا ان هم عندهم قدرات القراءة والكتابة جيدة. يعني احنا ممكن نلاقي طالب، مش طالب، حتى خريج جامعة
بس هو ما عندوش قدرة ان هو يكتب ايميل يتقري. النهاردة احنا بنشوف وجه جديد من اوجه المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي اللي احنا كلنا بنعتز به سواء كنا مسلمين او مسيحيين على ارض الكنانة، وهو الوجه الثقافي الابرز حاليا للمركز بالإضافة لخدماته الاجتماعية اللي بيقدمها لكل المصريين. بهني النهاردة قداسة البابا توادرس الثاني، وبهني الحبر الجليل الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي على تدشين الصالون الثقافي للمركز الثقافي القبطي، والنهاردة الاجتماع الأول لهذا الصالون، وده خطوة حقيقة يعني تضيف إلى الحقل الثقافي في القاهرة وفي مصر عامة، وخطوة مهمة جدا في مساهمة المركز الثقافي القبطي في بناء وتكوين العقل الجمعي للمصريين. ما فيش أي دولة في العالم تنهض إلا بالتعليم، وقيمة التعليم لا يعادلها قيمة. وفي الحقيقة إن احنا نهتم بالتعليم من حيث الكيف والمعنى والمحتوى، ده مهم جدا جدا، لأن في الحقيقة مصر طول عمرها قيمة ورائدة في العالم العربي كله بأبنائها المتعلمين. مصر صدرت للعالم كله المهندسين والأطباء والمدرسين، ويمكن كل الدول العربية لما بنزورها دايما بتشيد بكفاءات المصرية وبتقول ان احنا تعلمنا على ايد المصريين. فكرة الندوة فكرة جيدة، لان احنا في مصر عندنا كده وقفة بخصوص التعليم، وطبعا التعليم من الحاجات المهمة جدا اللي من خلالها نقدر نرتقي. فعنوان الندوة التعليم إلى أين، أعتقد أن هو يعني إن شاء الله عنوان جاذب، وبهذه النخبة من الناس المتخصصين في التعليم نقدر نحط توصيات. التبادل الثقافي، أن كل يعني ندوات اللي زي كده أو الصالونات اللي مفتوحة لقضايا مهمة وملفات مهمة زي ملف التعليم في مصر، يكاد يكون هو من أهم الملفات اللي مطروحة في مصر يعني بقاله فترة طويلة، خصوصاً مع محاولات الحكومة الجادة في تطوير التعليم بسياسات كتيرة ومختلفة اتفقنا أو اختلفنا عليها، ولكن في جهود للحكومة. صالون اللي زي كده والصالونات اللي بتقوم بيها المركز الثقافي قد إيه بتفتح مدارك كتير وبتقدم اقتراحات قابلة للتطبيق، وده أهم ما يكون فيها، لأن هي دايما بتجيب جميع الأطراف ذات الصلة يعني الستيك هولدرز اليوم خاصين بالملف، فبنبدأ نفتح الحوار من كل الاتجاهات والأوجه، وهو ده اللي بيخلي الحوار مثمر وبتطلع بيه توصيات قابلة للتطبيق. ويمكن ده من أهم ميزات المركز الثقافي وكل الملفات اللي بيتناولها دايما في الصالونات بتاعته. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه. امبارح الحد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بتخريج دفعه جديده من اكاديميه الشرطه او من طلبه اكاديميه الشرطه وقسم الطلاب الضباط المتخصصين، وذلك بمقر اكاديميه الشرطه بالقاهره الجديده. وحرص السيد الرئيس خلال هذا الاحتفال بتوجيه عده رسائل مهمه جدا. عشان نعرف ماذا قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، بيسعدنا وشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري. يا أستاذ مصطفى، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية ممكن حضرتك توضح لنا أهم الرسائل اللي وجهها السيد الرئيس امبارح في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة. في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بعد أن وجه التحية لخريجي كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة والجهد الذي بذل من أجل إتمام هذه العملية المهمة جدا التي رأيناها على مستوى أداء رفيع المستوى في ساحة الأكاديمية، تحدث الرئيس عن ثلاث نقاط مهمة.
كانت النقطة الأولى هي التطورات الراهنة في المنطقة، وكان الرئيس دائما يؤكد وأكد بالأمس في خطابه أن السياسة المصرية المتوازنة الرافضة للانجرار إلى أي أزمة، الساعية دائما إلى حماية الأمن القومي، كانت دائما هي العنوان الرئيسي للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع أزمات المنطقة. الأمر الثاني هو أن مصر أبدا لم تفرط في ثوابتها، مصر لديها مواقف واضحة ومعلنة سواء تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، ومصر بذلت جهودا كثيرة في الفترة الماضية. الأمر الثالث والذي كان الحقيقة يؤكد عليه السيد الرئيس سواء في اللقاء العلني الذي جرى أمام طلاب الأكاديمية خريج الأكاديمية، أو سواء اللقاء الذي عقده معنا السيد الرئيس بعد انتهاء أعمال الأكاديمية، والذي أكد عليه أكثر من مرة، وهو قضية الحرب الممنهجة ونشر الشائعات والأكاذيب التي تتم بشكل يستهدف إلى خلخلة كيان المجتمع، يستهدف إلى يعني طرح أفكار غريبة ومواقف غريبة عنا، وقال أن الوطن مستهدف في هذه الفترة والإشاعات كثيرة، وقال أيضا أن هذه الحرب وصلت إلى درجة أنها استطاعت بالفعل أن تدفع بعض الشباب فيما يتعلق بمنظومة القيم إلى الإلحاد. ولذلك عندما يعني فتح الرئيس الحوار وتحدثنا مع سيادته، كنت قد اقترحت في هذا اللقاء ضرورة عقد مؤتمر إعلامي وصحفي كبير مهمته هو كيف نتصدى لهذه الهجمة التي تأتينا من الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل. ولذلك أشار الرئيس إلى السيد ضياء رشوان مقرر الحوار الوطني بضرورة أن يتضمن الحوار الوطني هذه القضية، علاوة على قضية الأمن القومي التي تلعب مصر فيها دورا محوريا ومهما في ضرورة إحداث وقف لإطلاق النار، في ضرورة إدخال المساعدات للفلسطينيين، في ضرورة التوصل إلى أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية يقوم على حل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. برحب بحضرتك مرة تانية، وبعد التحية عايز أسأل حضرتك عن قراءة حضرتك للمشهد الحالي وكمان للتطورات اللي بتحصل في لبنان، وإيه المتوقع الفترة اللي جاية؟ يعني لقد اختصر نتنياهو بالأمس ما يجرى في الوقت الراهن بقوله أننا بصدد وضع اللمسات الخاصة باستراتيجية شرق أوسط جديد. هذا الشرق الأوسط يتحدث فيه نتنياهو دايماً عن إسرائيل الكبرى، ومن يقرأ كتابه مكان تحت الشمس والعديد من الكتب الأخرى التي صدرت تؤكد بالفعل أن نتنياهو أبدا لم يكن ساعيا إلى السلام، بل بالعكس لقد شن عداء ضد سياسة هرتزل بأنه لم يقدم على إجراء فعلي ومقولات فعلية تحقق الوطن القومي لليهود، وأيضا عداءه لسياسة بيجن الذي اتهمه بأنه سلم سيناء للرئيس الراحل أنور السادات، فهو لديه قناعة بما يسمى بالوطن القومي لليهود وليس لإسرائيل، وأن فلسطين يجب لا شيء اسمه فلسطين، ولكن هذه دولة اليهود ويجب أن يتم ترحيل ما يسميهم بالعرب داخل هذه المناطق إلى مناطق أخرى. إسرائيل الكبرى في تصوره هي إسرائيل من النيل إلى الفرات. عندما يتحدث عن شرق أوسط جديد في غمرة الهجوم على لبنان بعد غزة، فهذا يؤكد لنا أننا أمام محاولة إسرائيلية لتغيير خرائط الشرق الأوسط، في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان، في فلسطين. الخطة الراهنة هي تهجير أبناء الضفة الغربية أو إجبارهم على التهجير لإقامة الدولة اليهودية على كامل التراب الوطني الفلسطيني. وأيضا هو شن حرب برية يقال أنها محدودة وصولا إلى عمق 30 كيلومتر بغرض تأمين ما يسميه بالشمال الإسرائيلي. كل هذه التطورات حقيقة نراها الآن على أرض الواقع، نرى ما يجرى في لبنان، نجرى عمليات الاغتيال الدائمة والمستمرة لكافة قيادات حزب الله وأيضا لقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها والجبهة الشعبية،
نحن أمام مشهد مرتبك، أمام عالم للأسف يجد مبررات لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني ويتناسى المقررات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. صحيح. الكاتب الصحفي والإعلامي عضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني. أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2%، وبلغت نسبة الفقر في الريف ل 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكتر من 1 تريليون جنيه. المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019، ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023، والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عام 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014 اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و 600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5,200,000 أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن، بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014. ونتيجة لده زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص.
كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل7%، وتم إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات. كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي، فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن. أهلاً بحضراتكم مرة تانية. وزيرة التنمية المحلية دكتور منال عوض استعرضت تقرير عن المشروع القومي للتنمية البشرية والمحلية والمجتمعية تحت اسم مشروعك، وده طبعاً منذ انطلاقه في سنة 2015 لحد شهر سبتمبر من السنة دي. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا أو هذه المبادرة. معنا دلوقتي على التليفون دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور، ودايما منورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا أستاذة مارينا، صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ أندرو وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. فندم صباح الفل يا فندم، مشرفنا ومنورنا، أهلا بيك دكتور. يعني عاوزين حضرتك تكلمنا عن هذه المبادرة في الأول، نتعرف عليها وعن الإنجازات اللي حصلت فيها في السنين اللي فاتت. يعني مبادرة مشروع انطلقت يعني منذ الربع الثاني من عام 2015، وحتى سبتمبر الحالي عملت إنجاز كبير جدا على الأرض من خلال 266 مقر من المقرات على موزعة على 27 محافظة مصرية بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، وهم البنك الأهلي ومصر واسكندرية والقاهرة والبنك الزراعي المصري و بنك الإسكان والتعمير. طبعا مجمل حجم الأنشطة ترتب عليها أنه هذه المبادرة ساهمت في تمويل عدد 213,500 مشروع على مستوى جمهورية مصر العربية بقروض حوالي 29 مليار و3 من عشرة، وكل ده ساهم في توفير فرص عمل حقيقية تربو على 1,444,000 وظيفة. وبالتالي خلينا نقول انه بالفعل زي ما اكدت مع الوزيرة دكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الكبير اللي بيوري سيادة الرئيس بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، وتوجيهاته المستمرة والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء. لا طبعا برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية مشروعك احد روافد التمويل بالنسبة للتنمية المحلية الاقتصادية، شأن وشأن صندوق التنمية المحلية المعني برضو بالقروض الأقل على مستوى المحافظات المصرية. لكن لما نيجي نبص لأهمية التدريب المستمر اللي بيضمن التطوير المستمر اللي بيخلينا في الآخر يبقى فيه تحسين في مستوى أداء الخدمات، سواء إن إحنا بنقول لأن من الأهمية بمكان نقول إنه مش توفير فرص عمل فقط، ولكن كمان توفير مشروعات منتجة لسلع وخدمات بتساهم في سد جزء من المعروض السلعي على مستوى المحافظات المصرية. فهنا بتلبي الجانبين، جانب الطلب على السلع، وفي نفس الوقت الجانب الآخر المقصود بالطلب على فرص العمل من خلال مشروعات حقيقية على الأرض تضمن ريادة المال. لو جينا بصينا على المحافظات المصرية هنلاقي بيتصدر المشهد صعيد مصر. محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد المشروعات اللي تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر الجاري،
بلغت المشروعات المنفذة في محافظة المنيا 23500 مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار، وفرت فرص عمل حقيقية تجاوزت 159200 فرصة عمل. يليها برضو محافظة سوهاج بحوالي 23000 مشروع بقروض 3.6 مليار جنيه، وفرت 156700 فرصة عمل. ثم تأتي محافظة البحيرة في دلتا مصر ب 19000 مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه، وفرت 102300 فرصة عمل. ثم تأتي أيضا الدقهلية ب 17200 مشروع بقروض أكثر من 2 مليار جنيه، وفرت 106000 فرصة عمل. ثم تأتي محافظة الشرقية ب 16800 مشروع بقروض 2.7 مليار جنيه مصري، ساهمت في 133700 فرصة عمل. هنا بنقول من الأهمية بمكان أنه فكر ريادة الأعمال وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتأكيد على كمان المشروعات الابتكارية اللي فيها الشق التحول الرقمي، برضو ده البرنامج مشروع جديد. طب يا دكتور خليني أسأل حضرتك كمان، هل في شروط يجب أن تتوفر في المقدم للاستفادة من هذه المبادرة؟ لا شك، يعني أولا لو حضرتك بتتقدم، حضرتك صاحب فكرة ولا صاحب حرفة، دي بتفرق كتير. حضرتك عندك عندك مقر هتنشئ فيه المشروع بتاع حضرتك، ولا اوريدي حضرتك المقر ده موجود وحضرتك حابب تتوسع في المشروع؟ كل دي بتبقى مجموعة من الأوراق الثبوتية، بطاقة الرقم القومي، ما يفيد الحيازة أو الإيجار أو المقر اللي حضرتك هتنشئ فيه المشروع عشان إمكانية المتابعة. حضرتك عامل الدراسات التمهيدية أو الأولية للفكرة بتاعت حضرتك، ولا حضرتك الفكرة كلها مكتملة عند حضرتك وبالتالي نقدر نبني على ده؟ طبعا كل ده مجموعة من التساؤلات بتقدم من خلال زملائنا في برنامج مشروعك، واللي تم تدريبهم على مدار السنوات الماضية حتى الآن في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال البنوك الوطنية الشريكة في المبادرة. وبالتالي من هنا تقدر حضرتك تقرب وجهات النظر، بحيث انه والله حضرتك مهندس مثلا كمبيوتر وعايز تعمل ويب ديزايننج مثلا لبوابات الكترونية او كذا او كذا او كذا او كذا، ومع حضرتك مجموعة عمل، وبالتالي ممكن برضو نفس الحكاية يتم تمويل هذه الفكرة، لأنها كلها مشروعات من شأنها أنها توجد فرص عمل حقيقية من ناحية، ناحية تانية بتسد طلب كبير على هذه الخدمات. صحيح يا دكتور. دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين مع حضرتكم في فقرتنا الإخبارية، فاصل سريع ونرجع لحضرتكم مرة تانية، خليكم. من آلاف السنين مصر بنت حضارتها بالزراعة، لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية لتسعة مليون وسبعمائة ألف فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014. وبلغت تكلفة ما تم وجاري تنفيذه من مشروعات في مجال زراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 46 مليار جنيه من 2014 حتى 2022. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة 38 مليار جنيه عام 2022 مقارنة ب 5 مليار جنيه في 2014. اشتغلنا كمان على التوسع الرأسي اللي أدى لزيادة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ونجحنا في استنباط 150 صنف جديد عالي الإنتاجية، وده لمحاصيل زي القمح، الرز، الذرة، والفول وغيره. ونجحنا في استنباط 30 صنف الأهم محاصيل الخضر
بالإضافة طبعاً للمشروع القومي للصوامع واللي نتج عنه زيادة في الساعة التخزينية لصوامع القمح من 1,400,000 طن عام 2014 ل3.5 مليون طن عام 2022 بزيادة أكثر من الضعف. فتم إنشاء 41 صومعة ب19 محافظة. اشتغلنا على تحديث نظم الري والتوسع في أنظمة الري المتطورة بأحدث التكنولوجيا للحفاظ على كل نقطة مية في 2022. زاد إنتاج القمح ل9,600,000 طن بعد ما كان 8.5 مليون طن. ولما اكتفينا من الخضروات والفواكه بدأنا نصدر لحوالي 160 دولة ونجيب عملة صعبة. فوصل إجمالي صادراتنا في 2022 لأكثر من 400 منتج زراعي لحوالي 6.5 مليون طن، وده أكبر رقم في تاريخ صادراتنا الزراعية. وكمان حققنا الاكتفاء الذاتي في الألبان والدواجن والبيض، ووصلنا بالقطاع الزراعي إنه يوفر فرص عمل لحوالي 5.5 مليون مواطن، بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 15% في 2022 مقابل 11% في 2014. وقدرت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده نتيجة تخطيط مدفوع بحرص على تحقيق الأمن الغذائي لكل أهالينا، لجل ما تفضل مصر أرض الخير محروسة والسنين قدام نحكي حكايتنا حكاية وطن. كل ذكرى الانتصار جيشنا العظيم بعد ما جدو نعيم يحكي لعنه عن زمايله عملوا ايه وازاي في عز الضلمة قدروا يشوفوا نور وتجهزوا ازاي للعبور وانا بحضنه بقوله اني فخورة بيه ليه الشرف اني حفيدة البطل جدا لي كأرض سينا الله علي هو اللي علمني ان انا احب الوطن وعشان كده من حقي ان اتباهى بيه لي الشرف اني حفيدة البطل جدا لي كأرض سينا الله علي هو اللي علمني ان انا احب الوطن وعشان كده من حقي ان اتباهى بيه عشتي يا مصر وعاشوا حراس الوطن جيل بعد جيل وشرعنا يكسر قايل وده من بداية الدنيا والاخر الزمن تعالك يا ام الدنيا والادب صحيح تعالك يا ام الدنيا والادب صحيح جدو اللي يا محكالي والعمر جندي مجند مصطفى كيش بلده عنده بالعالم ده واللي فيه وقت العبور حط السلاح جنبه سجد وساعتها حس انه اتولد وبيبكي كل ما يفتكر اللحظة دي ليه الشرف اني حفيد البطل جده اللي رجع عرض سين الله الشرف اني حفيد البطل جدو اللي رجع ارض سينا الله عليه هو اللي علمني ان انا احب الوطن
طنجور جيل بعد جيل وشرعنا يكسر قايل وده من بداية الدنيا والآخر الزمن تعالك يا أم الدنيا ولا ده بصحيح اهلا بحضراتكم مره تانيه. معانا خبر عن وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي بيقول ان الوزاره اطلقت منافذ في جميع محافظات الجمهوريه علشان يكون في بيع للسلع والمنتجات الغذائيه للمواطنين باسعار مخفضه، وده طبعا لتخفيف الاعباء عن المواطنين، وان هم بيحاولوا ان هم فعلا بكل جهد يحاربوا غلاء الأسعار وجشع التجار في الفترة دي، وده طبعا ضمن إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية. معنا دلوقتي على التليفون دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور، منورنا. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. عاوزين حضرتك تكلمنا عن المنتجات الغذائية اللي بيتم بيعها في هذه المنافذ، وكمان هي موجودة في جميع محافظات الجمهورية دلوقتي حاليا أم لا؟ في الأول اسمح لي أشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. وطبعا الحقيقة يعني ملف توفير الخدمات والسلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ده ملف من الملفات المهمة اللي احنا بنشتغل عليه بشكل جد في وزارة الزراعة، وبنحاول دايما نكون يعني بنعمل كل ما لدينا علشان نوفر احتياجات المواطن المصري، وطبعا في ظل مبادرة بداية اللي تهدف لبداية جديدة للإنسان المصري علشان نخدمه ونوفر له احتياجاته ونقوم بعملية التنمية البشرية للمواطن المصري. طبعا توفير الغذاء واحدة من أهم هذه المقومات، واحنا بنحاول من خلال مجموعات من المنافذ الثابتة والمنافذ المتنقلة ان احنا نوفر احتياجات المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، العاصمة الإدارية، في كل قرى ونجوع مصر، من خلال مجموعات المنافذ أكثر من 200 منفذ، ومن خلال أكثر من 33 منفذ متنقل بيقوموا بتقديم كل الخدمات بأسعار مخفضة للجمهور. طبعا يعني أي منتج بيكون فيه اتجاه لزيادة سعره فورا بيتم ضخه بكميات إضافية من خلال هذه المنافذ لتلبية احتياجات الجمهور ولتعظيم الاستفادة من المنتجات والإتاحة الموجودة في الدولة. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور، وخليني أسأل حضرتك بقى عن فرق الأسعار. أكيد أهم حاجة في المبادرة دي هي سعر السلع، إيه فرق الأسعار ما بين المنافذ وما بين السلع العادية الموجودة في الأماكن التانية؟ يعني احنا بنتكلم ان فرق السعر بين المنافذ وبين الأماكن الأخرى بيكون في حوالي من 25 أو من 20 إلى 30% بالمتوسط، يعني بيكون في حوالي 25%، وده بيكون موجود في معظم السلع أو في كل السلع تقريبا. إضافة لأن احنا كمان من خلال هذه المنافذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المعنية بنقوم بضخ كميات إضافية من بعض السلع اللي بيكون ممكن يكون فيها يعني بداية ارتفاعات غير مبررة في الأسواق بكميات كبيرة، بحيث ان من خلالها نقدر نسيطر على الأسعار ويحدث انخفاض في الأسعار واتجاه نسبي للانخفاض مرة أخرى. يعني مثلا شفنا في البيض، المائدة، شفنا في بعض السلع بنقوم بضخ كميات إضافية فيها، وطبعا ده بيحصل مع وزارة التموين من خلال الجمعيات الاستهلاكية وبيحصل من خلال مختلف الجهات الأخرى عشان نعظم من حجم الإتاحة ودايما يكون في استقرار واتزان في الأسعار يا وزارة. صحيح. دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، فاصل سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. كل حاجة ممكن تتدبر إلا أن الصحة ما تتدبرش. هو الإنسان المريض مش بيتألم وبيتعذب؟ وإحنا كدولة دورنا أن إحنا نخفف عنه ما أمكن. هنعمل مسح نشوف كل المصريين. مفيش بلد تقدر تقوم وتصنع وتحمي أرضها من غير شعب قادر بصحة عالية على مواجهة أي تحدي. في خلال التسع سنين اللي فاتوا وفرنا خدمة صحية متكاملة لأهالينا وأولادنا، وكان أول تحدياتنا هو فيروس سي، ومصر كانت صاحبة أعلى معدل إصابة به في العالم. ومش بس فيروس سي، ده عشرات الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
واللي كان بيسعى للعلاج ده كان بيواجه قوائم انتظار ممكن توصل لسنين، وكل ده بيحصل في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة اللي كان يساوي 37.2 مليار جنيه فقط. لكن كل ده اتغير. في 2014 طورنا برنامج القضاء على فيروس سي، وبعد نجاحنا اتشجعنا لتكرار التجربة لنزع عشرات الأمراض اللي بتستوطن وطننا من جذورها. في 2018 كانت اللحظة اللي مصر رفضت فيها الاستسلام للواقع وقررت إنها تكون مثل أعلى في حماية شعبها، وأطلقت المبادرة اللي غيرت من حياة ملايين المصريين، مبادرة 100 مليون صحة اللي قدرت في أقل من 5 سنين إنها تكشف على 92 مليون مصري وتشخص وتعالج ملايين المرضى وبالمجان. Last year I had the honor of visiting Egypt where I met His Excellency President عبد الفتاح السيسي who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. The campaign of his presidency called Meet Million صحة. باعتراف منظمة الصحة العالمية عرفنا أن الحلول لازم تكون مبتكرة، وفهمنا أن الحل في أننا نبتدي. أطلقنا 14 مبادرة وبرنامج صحي وصلت تكلفتهم لأكثر من 30 مليار جنيه. تم وجري تنفيذ 1135 مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه. على الناحية الثانية زادت الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية من 3.7 مليار جنيه في 2014 إلى 26.5 مليار جنيه في 2023، يعني تقريباً بزيادة 7 أضعاف، وانعكس ده على زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لحوالي 5426 وحدة ومركز، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركز بنسبة زيادة 120.2% عن 2014، ووصل فاتورة الغسيل الكلوي في آخر سنة فقط أكثر من 5.5 مليار جنيه. وكمان قامت الدولة بزيادة مخصصات الأدوية في موازنة 2022 لحد ما وصلت ل 14.6 مليار جنيه. وبالتوازي اهتمت الدولة بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخنكة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي واللي قدرت مصر تحققه بنسبة 93% لحد دلوقتي. بالتوازي خصصنا جزء كبير من جهودنا لتطوير الكوادر البشرية من أطباء لممرضين، واشتغلنا خلال 9 سنين على توفير كل السبل لمساعدتهم، وكذلك تم زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية. في نفس الوقت مصر أطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، وخصصت له 120 مليار جنيه علشان يشيل من على ملايين الأسر هم العلاج والخدمات الطبية، وقدرنا نقدم أكتر من 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات. وما نسيناش أهالينا الأكثر احتياجاً، عشان القوافل الطبية على مدار السنة بتلف مصر كلها. ووسعنا برامج العلاج على نفقة الدولة واللي قدرت في 2022 تعالج أكتر من 2 مليون مواطن بتكلفة وصلت ل 16.9 مليار جنيه. وكمان أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار 2018 وبدأت بتكلفة 5.1 مليار جنيه لحد ما وصلت 4.5 مليار جنيه في 2022، وقدرنا في 9 سنين نوفر لأهالينا أكتر من 1.7 مليون عملية بتكلفة تزيد عن 15.8 مليار جنيه. ولما جه الاختبار الحقيقي في 2020 وانتشر وباء كورونا والعالم شبه توقف، الدولة المصرية كانت مستعدة بفضل خطة تطوير القطاع الصحي تتخطاه بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه، وقدرنا كمان نوطن صناعة اللقاح في وقت قياسي من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، ومصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط توصل للقاح لفيروس كورونا بأيادي مصرية 100%. وفي يونيو 2023 أطلقنا مبادرة 100 يوم صحة في كل محافظات مصر اللي قدمت بالمجان لحد النهاردة أكتر من 35 مليون خدمة صحية لأهالينا في كل أنحاء مصر، من تطعيمات لكشف وعلاج وعمليات جراحية وخدمات صحة إنجابية، ولسه مكملين. هنا الخدمة كويسة وما خدتش وقت على خدمة الخدمة وجراب بتاعتهم سليمة في أي وقت نيجي لها دكاترة، دلوقتي كل حالة لها دكتورة والعلاج موجود على طول في الصيدلية. كل ده حصل نتيجة شغل وتطوير على مدار 9 سنين، ومن إنجازاتنا اتكتبت حكاية وطن.
أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. أكيد حضراتكم تابعتوا خلال الأيام اللي فاتت الأخبار اللي كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصابة بعض المواطنين في محافظة أسوان بنزلات معوية، ويمكن الحقيقة اطمنا من وزارة الصحة والبيانات اللي خرجت انه الحمد لله مفيش حاجة في مية النيل، والدنيا او الامور مستتبة في محافظة أسوان. وفي هذا الإطار نقابة الأطباء العامة بتتابع عن كثب إصابة عدد من المواطنين زي ما قلت لحضراتكم بنزلات معوية ودخولهم على إثرها المستشفيات، وتواصلت النقابة العامة مع نقابة أطباء أسوان الفرعية للإطمئنان على حال الحالة الصحية للمرضى، وكمان للإطمئنان على الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات عشان نعرف تفاصيل أكتر حوالين حالتهم، وكمان نعرف تفاصيل أكتر حوالين هذا الخبر الهام. بيسعدنا وشرفنا أن ينضم لنا عبر الهاتف دكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء. دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا بيك وصباح النور. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية طمنا كده عن الأحوال في أسوان ويعني أسباب النزلات المعوية اللي تعرض لها عدد من المواطنين. طيب، هو في البداية كان في الأسبوعين اللي فاتوا زيادة ملحوظة في عدد المصابين بالنزلات المعوية. صحيح. وكان لازم يتاخد قرارات بواجهة الموقف. فاحنا خدنا قرارات وقف العمليات الجراحية غير طارئة عشان يبقى عندنا عدد أسرة كافي لعدد العدد المتزايد من المرضى بالنزلات المعوية. وطبعا اتاخد عينات من كل حاجة علشان تتحلل في المعامل المركزية عشان نوصل للسبب المسبب الأساسي للنزلات المعوية. والحقيقة ان النقابة العامة مع النقابة الفرعية في أسوان كان اهتمامنا في موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأولاني هو الاهتمام ان الطاقم الطبي يكون محمي علشان هو الخط الدفاع الأول للمرضى هو الطاقم الطبي، فلازم نحميه ان يبقى فيه درجه من درجات الوقايه واستخدام كل الاساليب الوقائيه علشان نحافظ على الفريق الطبي عشان يقدر يعالج المواطنين المصريين ويقدم الخدمه الطبيه الجيده دي. الحاجه الثانيه كان الدور المجتمعي لنقابه الاطباء، ان احنا في الاخر النقابه المهنيه مش بس بندافع عن اعضاء النقابه من الاطباء، لا كمان احنا لينا دور مجتمعي ودور مهني الصحة العامة في مصر. وطلبنا من نقابة الفرعية في أسوان تحديد الدور المساعد للنقابة العامة للأطباء علشان نبقى موجودين في جانب الدولة في كل الخطوات اللي ممكن نقدر نعمل بها الجزئين، سواء الجزء العلاجي أو الجزء الوقائي. الحقيقة ده مهم جدا ان الجزء الوقائي وازاي نعلم افراد الشعب اللي هم العادات الصحيه السليمه والوقايه من الشارع اللي ممكن كنا نواجه بلا بازمه، خاصه ان دوله السودان ودوله مجاوره لمحافظه اسوان عندهم مشكله كبيره جدا هي مشكله الكوليرا، والدوله WHO اعلنت انها منطقه موبوءه. فاحنا كان في خوف كبير جدا ان الوباء من دوله السودان الشقيقه ينتشر الى مصر. طب يا دكتور عاوزين حضرتك تكلمنا عن المواطنين ازاي يحموا نفسهم من ان هم يجي لهم نزلات معويه بالشكل ده في الفتره اللي جايه، علشان يعني في ناس كتير لسه قلقانه حتى الان، فعايزين نطمنهم. طبعا القلق ده لازم يبقى موجود، لان اي خبر زي ده بينتشر في منطقه محدوده زي اسوان والناس كلهم قريبين جدا من بعض بيسبب قلق كبير جدا. طبعا هو الاستعمال الشخصي، النظافه الشخصيه دي مهمه جدا، ان كل واحد يستعمل الادوات الخاصه به سواء من لبس او بوط او ما شابه، تبقى بالنسبه له استخدام شخصي ما تنتقلش من شخص الى اخر. الحاجه الثانيه طبعا التاكد من تدني الماء لاستخدامه، لان احنا مهما حصل لازم نحاول ناخد بالاسباب. الحاجه الثالثه لو في اعراض بسيطه نبتدي نوصل للفريق الطبي، ما ننتظرش لما الاعراض تزيد. الحاجه الرابعه ان احنا نفصل لو في عندنا في العيله حد مصاب ما
يبقاش فيه اختلاط بينه وبين بقيه العيله في نفس الاكل والشرب والاستخدام علشان ما ينتشرش من حد للتاني. دي رغم انها كلام بسيط ويبدو انه بسيط لكنها مهم جدا جدا في وقف الانتشار. صحيح. دكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس نقابه الاطباء، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية علشان نبدأ في فقرتنا الصحفية، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم فقرتنا الصحفيه اللي بنحلل فيها اهم واخر المنشطات المتصدره للمشهد الصحفي. وبيسعدنا ويشرفنا ان ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ محمد ربيع، الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير الاهرام. يا استاذ محمد بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى كل من في الاستوديو وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، منورنا. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخيرات. خلينا نبتدي يا أستاذ محمد مع حضرتك من اليوم السابع، وأول خبر بيقول الرئيس السيسي يطلع على موقف عدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها، وكذا سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهيدروجين الأخضر، وذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محليا. أستاذ محمد، شايف مصر بتخطط إزاي في المستقبل للتنمية الصناعية خصوصا في ملفات الخاصة بالهيدروجين الأخضر؟ بلا شك نستطيع أن نؤكد أن هذا الملف من ضمن الملفات الهامة التي يريها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة. وهناك اهتمامات من جانب الدولة المصرية بتطبيق رؤية الدولة في هذا الملف، خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ قبل الأخير. صحيح. ويعد هذا الأمر من الأمور التي تعمل عليها الدولة، وهي اللجوء إلى بدائل أو إلى الطاقة النظيفة بكل أفرعها أو كل الأمور المتعلقة بها. والرئيس أيضا فيما يخص ملف الصناعة، ومنذ تولي الفريق قامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير النقل ومسؤولية ملف الصناعة، حدث نقلة نوعية في هذا الملف بشكل يعني كبير جدا، وتم اتخاذ قرارات من جانب الفريق كامل الوزير لإحداث نوع من النقل النوعية في ملف الصناعة، وقضاء على فكر البيروقراطية وكل المعوقات التي تواجه المستثمرين. هذا الرجل يعمل برؤية
والرئيس يتابع كل الملفات ليس ملف الصناعة فقط، ويمكن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الرئيس مع الوزراء المعنيين للوقوف على كل القضايا وكل الملفات المتعلقة بكل وزارة على حدة. عندما أتحدث عن ملف الصناعة، فملف الصناعة هو بمثابة القاطرة التي تعمل الدولة المصرية على أنها ستقود الاقتصاد المصري أو ستحدث نقلة نوعية في ملف الاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة المصرية الآن حريصة على فكرة توطين الصناعات في الدولة، إضافة إلى فكرة جذب المستثمرين لجعل مصر منطقة إقليمية للصناعات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وهذا حدث مؤخرا بعد زيارة الرئيس السيسي لتركيا ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. قامت الشركات التركية بزيارة مصر وأحدث نوع من بروتوكولات التعاون لإنشاء منطقة صناعية تركية في قناة في منطقة صناعية قناة السويس، إضافة إلى كل الشركات الدولية التي سبقت هذا الاتفاق، مما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمار والمستثمرين سواء المحليين أو الدوليين. لا بد أن تعمل الدولة المصرية، وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي، إلى فكرة وجود بدائل أو روافد للاقتصاد المصري لتعزيز الدخل القومي وللقضاء على البطالة ورفع نسبة النمو. رغم أن هذا الأمر يأتي في ظروف صعبة جدا للغاية يمر بها العالم، كما أشرت حضرتك، أزمة اقتصادية وما تمر بها المنطقة والإقليم المضطرب الذي تعيش فيه الدولة المصرية. نحن لابد أن نتحدث بكل شفافية، نحن نعيش ظروف بالغة الخطورة أو ظروف صعبة للغاية، وأن مصر تمر بأخطر مرحلة فارقة في تاريخها الحديث رغم كل هذه الظروف ورغم كل العقبات. الرئيس السيسي والدولة المصرية حريصة على أن يتم العمل بشكل متوازي أو الحفاظ على الدولة المصرية والأمن القومي المصري وحماية حدودها من جانب القوات المسلحة والمؤسسات المصرية، إضافة إلى ذلك فكرة التنمية والتطور الذي لم يتوقف رغم كل العقبات وكل الأزمات الدولية التي حدثت على مستوى العالم منذ كوفيد-19 مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية انتهاءا بالحرب التي بدأت من قبل الكيان الصهيوني على غزة، ثم توزيع رقعة الصراع في المنطقة بعد الاعتداء التي حدثت من الكيان الصهيوني على لبنان وكذلك أيضا على اليمن. كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير جدا. أكثر دولة تأثر بهذا الأمر هي الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية في قلب بؤرة الصراع، وهي الدولة التي تحمل قضايا الأمة العربية وتحمل المشاكل، بالتالي هذا هو مصير الدولة المصرية. وكما أشار الرئيس السيسي، علينا أن نتحمل وعلينا أن نتماسك، وعلى الشعب المصري أن يكون على قلب رجل واحد حتى نعبر تلك الظروف الصعبة. صحيح أستاذ محمد، رغم كل هذه التحديات، الخبر اللي معانا بعد كده بيقول الرئيس السيسي للمصريين: إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في ظل الأوضاع الراهنة والظروف الموجودة على حدود مصر الجنوبية والغربية إلى جانب الشرقية والتطورات التي تحدث، من الطبيعي ودون شك سيصبح الشعب المصري قلقا من التطورات التي تحدث والتي تشكل خطورة كبيرة وتؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة بصورة تؤثر على الاستقرار. أستاذ محمد، الرئيس السيسي من أول يوم تولى فيه منصبه وهو دايما بيتكلم بكل شفافية مع الشعب المصري، دايما بيقول كل حاجة بصراحة، وطبعا الرئيس السيسي ذكر التحديات اللي بتمر بيها المنطقة من معظم الحدود، لكن في الآخر برضو الرئيس كان حريص على أنه يطمئن المصريين. فحضرتك شايف دايما إزاي بيكون حرص الرئيس على أنه يتكلم بكل صراحة وشفافية مع المواطنين، والنهاردة أو امبارح عفوا كان بيطمئنهم على بلدهم؟ هو كما أشرت حضرتك، هذا ليس بجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا هو النهج الذي انتهجه منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، هي فكرة الشفافية المطلقة في إطلاع الرأي العام أو الشعب المصري على كافة المستجدات وكافة الأمور.
وهذه الكلمات اللي حضرتك أشرت إليها وغيرها من الكلمات المطولة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيتها وهي بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري الذي كان قلقا على الوضع بالنسبة للدولة المصرية. وعندما يصدر مثل هذه التصريحات من القيادة السياسية بشكل مباشر فهذا يجعل أن هناك نوع من الطمأنة وهناك نوع من الأريحية لدى المواطن المصري. ولكن لابد أن نأخذ من هذه الكلمات رسائل عدة. الرئيس عندما تحدث وعندما قال هذه الرسائل وعندما أشار إلى الوضع في الأقليم المضطرب وعندما تحدث أيضا عن الأزمات الأخرى المتعلقة بسد النهضة وغيرها من الأزمات التي تم النقاش سواء خلال لقائه مع الإعلاميين في مأدبة الإفطار التي تم عقدها قبل الاحتفالية الخاصة بتخرج طلاب كلية الشرطة أو الكلمات التي قالها خلال حفلة التخرج كان بمثابة مناقشة أو رسائل مباشرة لكافة القضايا والهموم التي تشغل الرأي العام المصري. ولكن عندما أو الأحداث التي تحدث حاليا فإنها تؤكد مدى الرؤية الثاقبة للدولة المصرية منذ اليوم الأول للتعامل مع الأزمة. الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص على إحداث نوع من التوازن في بما يخص الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني أو الأشقاء أو الأشقاء العرب. لم يكن هناك تسرع، لم يكن هناك انقياد وراء الرغبة في إدخال مصر في صراعات جانبية أو صراعات مباشرة مع آخرين، لم يكن هناك تسرع في الاستدراك، يعني كان هناك رغبة في أن يتم الزج بمصر في حرب مباشرة مع هذا الكيان الصهيوني أو مع وراء هذا الكيان. الدولة المصرية أوصلت رسالتها بشكل مباشر وكانت هناك رسائل مباشرة على المستوى العالمي والدولي، وأكثر ما يؤكد هذا الأمر أن الدولة المصرية نجحت في فرض رأيها والقضاء على فكرة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وترحيلهم إلى سيناء والتعدي على الدولة المصرية. الدولة المصرية دافعت عن القضية الفلسطينية من قبل الرئيس السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية من خلال الرسائل المباشرة على سواء اللقاءات المباشرة للرئيس السيسي أو الاتصالات الهاتفية أو الخطابات المباشرة الخارجة عن الدبلوماسية المصرية والمؤسسات المصرية التي رفضت تماما هذه المؤامرة وفكرة القضاء على القضية الفلسطينية. والدولة المصرية أول من حذرت على لسان الرئيس السيسي أن هناك توسع للصراع في منطقة الشرق الأوسط، وإذا حدث توسع للصراع في منطقة الشرق الأوسط العالم أجمع سيتم أو سيحصد نتاج هذا الصراع، وهذا ما نشهده الآن. هناك صراع وتوتر كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط وتم إدخال قوى أخرى في العملية العسكرية وهناك رغبة ملحة، وكان البيان الأخير لوزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي امام منظمه الامم المتحده وان اتهام مباشر لاسرائيل بانها السبب الرئيسي وراء التوتر في المنطقه. الدوله المصريه بقياده الرئيس السيسي لا تخشى في الله لومه لائم وتتحدث بشكل مباشر لان الدوله المصريه قادره على الدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها، ولكن الرئيس عندما قال ان الشعب المصري والدوله المصريه قادره لن يتم ذلك الا بالالتحام والاصطفاف والتماسك وراء القيادة السياسية والدولة المصرية ومؤسسات الدولة، وعلى كل أفراد الشعب المصري أن يعوا أننا في مرحلة خطيرة وعلينا أن يكون لدينا وعي للدفاع عن هذا الوطن، خاصة أننا في هذه الأيام على مقربة من الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد الذي أعاد الهيبة والنصر للدولة المصرية، فعلينا بها في هذه الأيام أن نستدعي روح النصر حتى نعبر هذه المرحلة الفارقة. طيب أستاذ محمد خلينا نروح للخبر الثالث من المبتدا. رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية منها. قال مدبولي أن هناك حرص على التأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وضخها في الأسواق بأسعار مناسبة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ محمد نقدر نقول أنه أزمة توافر الأسعار انتهت نهائيا
الآن. وكمان عايز حضرتك تكلمني عن المنافذ الحكومية المتنقلة في شوارع الجمهورية دلوقتي وفرق الأسعار ما بينها وما بين الأماكن التانية، فكرة أنه الحكومة بتعمل جاهدة طول الوقت على حل الأزمة سواء توفر السلع أو حتى أسعارها تكون بأسعار مخفضة. هو في البداية لابد أن أشير إلى ملحوظة، إذا رأينا التباين أو التباعد في الأخبار التي تناولناها من خلال حضرتك منذ بداية الحلقة، سنجد أنها تصب في إطار واحد هو فكرة الحفاظ على حقوق المواطن وعلى الدولة المستقبلية، سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي. الجميع الآن يعمل في بوتقة واحدة، هي فكرة الحفاظ على الدولة، إحداث نوع من التنمية في بداية الخبر اللي أشرت عليه في الناحية الصناعية، مرورا بكلام الرئيس فيما يخص طمأنة الشعب والحفاظ على الدولة وكيفية الدفاع عن حقوق الدولة المصرية، انتهاء بالخبر الأخير اللي هي فكرة المتابعة الدورية من جانب الدكتور المهندس مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء للرصيد الاستراتيجي فيما يخص السلع الأساسية والتوسع في المنافذ لتوفير ما يحتاجه المواطن المصري بأسعار تنافس أو أسعار تخفف الضغط عن وطأة الأزمة الاقتصادية الموجودة. الرئيس نفسه اعترف أنه يشعر بالمواطن المصري وأنه أن هناك أزمة اقتصادية وأنه يعلم تماما ما يحدث في الداخل المصري، ما يؤكد أن الرجل يتابع الأمر. ولكن إذا أردنا أن نحكم عن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار فلابد أن نناقش الأزمة من بدايتها، وهي الأسباب الرئيسية: الأزمة الاقتصادية العالمية، الحرب الموجود في المنطقة، زيادة النفقات والأزمات والارتفاع الكبير جدا في كافة المنتجات على مستوى العالم. إذا أردنا أن نتحدث فالحروب بشكل كبير جدا تؤثر في السلع وفي ارتفاع السلع، مما يؤدي إلى فكرة الضغط الاقتصادي على الدول. رغم ذلك الدولة المصرية تعمل على مجابهة ووضع، عندما أقل هذا الأمر، ووضع استراتيجيات ووضع اعتبار لأي أزمة ربما تحدث، وفكرة توافر الرصيد الاستراتيجي من المخزون الاستراتيجي بمطرة كافية لأي ظرف من الظروف في تلك، خاصة في تلك الأحوال التي تحدث في المنطقة. المنافذ التي تحدثت عنها سيادتك، هناك اتجاه كبير جدا ممكن منذ فترة من الدولة المصرية بكافة وزاراتها، تتحدث عن المنافذ التابعة لوزارة الزراعة وإصلاح الأراضي، أتحدث عن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية منظومة أمان، عندما أتحدث عن المنافذ المتنقلة للشركة الوطنية أو القوات المسلحة سواء المتنقلة أو الثابتة بكافة السلع، عندما أتحدث عن المنافس التابعة لوزارة التنمية المحلية، عندما أتحدث عن السلع التابعة لمنظمات المجتمع المدني، كافة وزارات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تحرص على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للرئيس السيسي. لا أكون مبالغا أننا جميعا نشعر بأن هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن هناك رغبة ملحة من الدولة على العمل على انخفاض هذه الأسعار أو المحافظة على توافر السلع. ورغم كل الأزمات الموجودة ورغم كل الضغط الموجود، هناك عمل دؤوب من جانب القيادة السياسية والدولة المصرية لتوفير كل ما يحتاجه المواطن ووضع حلول للأزمات أو النواقص في كافة ما يحتاجه البيت المصري. صحيح. أستاذ محمد، ننتقل للأوضاع في لبنان. قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إنه لابد من وقف إطلاق النار في كل الجبهات، وأضاف خلال مؤتمر صحفي إن بلاده تعمل على توفير التدابير الأمنية اللازمة للنازحين داخل مراكز الإيواء وحماية الممتلكات الخاصة ومتابعة شؤون النازحين بالكامل، والدولة تقوم بكل ما يلزم في حدود إمكاناتها لتأمينهم. أستاذ محمد، رؤية حضرتك للتطورات حاليا في لبنان ومقتل قادة حزب الله حسن نصر الله وفي الأخير نبيل قوق. هو بلا شك الوضع في لبنان كان متوقع، وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وحكومته المتطرفة تبحث أو كانت تبحث عن بديل لنصر زائف بعدما حدث في غزة، رغم حرب الإبادة
التي حدثت في غزة وقتل أكثر من 40,000 شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 100,000 شخص آخرين. وهذه الحرب الجماعية التي حدثت في غزة لم يستطع هذا الكيان الصهيوني المحتل أن يحقق نصرا واحدا داخل غزة حتى هذه اللحظة، والدليل على ذلك أنه لم يستطع أن يحرر أسيرا واحدا. كل ما حصل عليه هو رفات القتل الذي قام بقتلهم من هذا الكيان الصهيوني أثناء الاعتداءات. الرغبة الملحة من بنيامين نتنياهو وهو فكرة أو الشيء المسيطر عليه هو الحفاظ على وجوده على رئاسة الحكومة اليمنية المتطرفة والبحث على المدائل، وهو سياسة الاغتيالات والبحث عن منافذ أخرى لتحقيق نصر دائم، ابتداء من اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في إيران، مرورا باستهداف قادة حزب الله حسن نصر الله وغيره من قادة حزب الله. ولكن الرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول وانتهاك سيادة لبنان والاعتداءات المباشرة على المدنيين يؤكد الفشل الذريع لهذا الكيان الصهيوني المحتل واستمراره في طريقه أو سياسات التي يتبعها منذ أمد بعيد، وفكرة الاغتيالات والاعتداءات على المدنيين تحت وعلى سيادة الدول تحت مسمى وذريعة الحفاظ على أمن إسرائيل. ولكن عند أخذ من كلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني وقفت أمام كلمة قالها في تصريحاته، وهذه الكلمة لابد أن نقف أمامها كثيرا في مصر. عندما تحدث رئيس مجلس الوزراء قال اللبناني ليس لدينا بديلا عن الدبلوماسية لحل الأزمة في لبنان. هذه الكلمة تؤكد أننا علينا كمصريين أن نعرف ونتأكد أن الدولة المصرية لديها قوات مسلحة باسلة ومؤسسات مصرية قادرة على الدفاع عن أمن قوم المصري، وأننا لدينا قدرة عارف ونستخدم كل الأطر للدفاع عن مقدراتنا وعن أمننا القومي. هذا هو الآن الكلام أو الرؤية المصرية التي حرص عليها الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، وهي رفع قدرات الجيش المصري وتسليحه بأفضل الأسلحة. كان هناك رؤية بعيدة الأمد منذ سنوات صحيح للرئيس السيسي وفكرة التطور وتقديم كل الدعم للقوات المسلحة، ونحن الآن عرفنا مدى هذه الرؤية ومدى أنها كانت رؤية صائبة، أننا كنا نستقطع من قوتنا مقابل أن يكون لدينا القدرة على الدفاع عن مقدراتنا عن وطننا. الوضع في لبنان الآن يحتاج إلى تدخل دولي لوقف هذه المهزلة، وهذا الكيان الصهيوني عليه أن يقف عن هذه الاعتداءات على المدنيين وانتهاك سيادة الدول، لأن ما قام به بنيامين نتنياهو من اعتداءات على لبنان، أولا على فلسطين في مثلا في غزة أو الضفة الغربية أو على لبنان أو ما حدث مؤخرا على اليمن وميناء الحديدة، كل هذه التصرفات تؤكد أنه لم يعد يرى أمامه غير القوة والغطرسة الإسرائيلية. وأكد لحضرتك إن هذه القوة والغطرسة نهايتها قريبة جدا جدا جدا، وعليه أن يتعظ من الماضي. الذي لا يقرأ الماضي فإنه يخسر في الحاضر. صحيح. الأستاذ محمد ربيع نائب رئيس تحرير الأهرام الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون انتهينا من فقرتنا الثانية الفقرة الصحفية، هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستقبل بقى فقرتنا الثالثة والأخيرة. وموضوع حلقتنا النهاردة زي ما كنت بقول لحضراتكم في مقدمة الحلقة، موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، هنتكلم فيه عن القلق النفسي والاكتئاب الناتج عن الأخبار المحيطة بينا والحروب المحيطة بينا ومواقع التواصل الاجتماعي اللي بقت كلها مكتظة بالأخبار الصعبة والوفيات والإصابات.
الحقيقة كلها حاجات لما بنشوفها بنبقى قلقانين على مستقبلنا، بنبقى خايفين من اللي جاي. إزاي نواجه ده وإزاي نتعامل مع ده وإزاي كل الأخبار اللي حوالينا ما تأثرش علينا ولا على نفسيتنا وكمان ما تأثرش على نفسية أطفالنا، وده مهم جدا جدا. كل ده هنتكلم عنه وأكتر في فقرتنا اللي جاية. فاصل سريع ومارينا هتكون مع حضراتكم في الفقرة الأخيرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مين في الأيام دي مش بيتابع أخبار على طول؟ مين في الأيام دي دايما مش بيستخدم السوشيال ميديا في إنه يعرف إيه آخر التطورات والأحداث اللي بتحصل حواليه؟ بس مع متابعتنا لكل هذه الأخبار أكيد في مننا بعض من الناس بيحسوا باكتئاب، بيحسوا بقلق، بيحسوا باضطراب، مشاعر كتير سلبية من الحاجات اللي بتحصل حوالينا والأحداث اليومية، حتى الأحداث اللي احنا بنتعرض ليها في الشغل وفي الشارع، غير الأخبار اللي بتحصل من حروب وصراعات في كل أو في دول حوالينا أو في معظم حدود المنطقة بتاعتنا. أكيد كل ده ليه تأثير صعب، وفي ناس يعني ممكن تأثيرها يكون بشكل غير مطلوب أو قلقهم يوصل لحد صعب يأثر على يومهم ويأثر على حياتهم ويأثر على حتى تعاملاتهم مع غيرهم. فكل دي حاجات لازم نتكلم فيها النهاردة، ولازم نتكلم عن تأثير هذه الأخبار على المواطنين وإزاي إن احنا نحمي نفسنا من إن احنا ما نوصلش لمرحلة وحشة من القلق أو الاضطراب أو الاكتئاب. في ناس ممكن توصل معهم الاكتئاب، فكل دي حاجات لازم نتكلم فيها ولازم ناخد بالنا منها. وبينورني دلوقتي، بتنورني في الاستوديو دكتور نورهان النجار، أخصائي وإرشاد نفسي وأسري. صباح الخير يا دكتور، منورانا في صباح ميم. نورك، تسلمي. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور. مع الأخبار اللي احنا بنتعرض ان احنا نعرفها يوميا والأحداث اللي بنشوفها، فيديوهات، صور، أيا كان نوع الأخبار اللي بنشوفها وبنتابعها في التلفزيون أو سوشيال ميديا، كل ده بيأثر علينا بشكل كبير. ففي البداية عاوزين نخلي بالنا أو نعرف إزاي نحد من تأثير هذه الأخبار علينا عشان ما توصلش لمرحلة صعبة من قلق أو اضطراب أو اكتئاب. تمام. خلينا أقول لك طبعاً السوشيال ميديا لها أثر كبير قوي علينا، يعني لأنها بتعمل تغذية معرفية، إن هو بتديني أفكار وأخبار بتخلي مخي طول الوقت شغال بشكل سلبي. فأنا المفروض أن أنا لو لقيت نفسي بتأثر بالأخبار دي، بمعنى أن أنا بدأ يومي يعطل، بدأت أحس أن أنا مش عارف أعمل حاجة، بدأت أحس أن أنا في موت حزين مسيطر على في قلق بقى، وهنتكلم عليه كمان شوية ده إيه معناه، لازم بسرعة وقف أن أنا أشوف الحاجات دي. بمعنى أنت صحيح مهم أنك تتابع القضايا المهمة وتكون ملم بالأحداث، ولكن لو في فيديوهات يعني بتوجعك قوي أو بتأثر فيك، خد فكرة من بره كده اللي هو المعلومة، لكن عشان ما لو شفت الفيديو ممكن المشهد يفضل موجود جواك، ممكن يعمل لك تروما من غير حتى ما تكون انت جوه التجربه. تمام. ده حاجه برده من اضطرابات القلق. فانا المفروض ان انا احد شويه من من يعني انا اشوف الفيديوهات واتعرض لافكار كتير. يا ريت اصلا يعني لو في نصيحه عظيمه في الجزئيه دي، فكره بعد عن السوشيال ميديا اصلا، كده كده الاخبار بتاعه القضايا وبتاعه الحروب هي مش هتخليك، يعني هي مش هتفرق معاك في حاجه في حته افعالك انت. بمعنى ايه؟ يعني انت مش هتقوم تحارب دلوقتي، مش هتقوم تعمل حاجه، انت مهم انك تكون عارف تعمل دورك انت كمواطن. ولكن ما ينفعش ان انت بقى ايه تقعد تتابع وانت اصلا عمال تتاثر نفسيا بالموضوع وتتشحن ومش عارف تطلع الشحنه دي في حاجه. ما هي دي المشكله. عايز تطلع شحنه في حاجه معينه، خلاص طلعها بقى في رياضه، طلعها في انك تحسن من نفسك، ده طبعا بيأثر على مكانك وعلى وطنك ومجتمعك والى اخره. فدي الناحيه اللي انا بتكلم عليها، لكن غير كده السوشيال ميديا مضره مش مفيده. فانا المفروض اعمل سيلكت او ان انا ما اقربش منها لو ده حاجه يعني هتتعبني، او اتابع مثلا صفحات او مواقع او ايا كان تكون اخبارها نوعا ما ايجابيه، واكون عارفه دايما ان انا اعمل الجزء اللي عليا. انا بدل ما اعمل الجزء اللي عليا انا ببقى من جوايا حاسس ان انا راضي وساتسفايد كده، ويعني ايه تمام وبسلم امر الى الله، لان كل حاجه مكتوبه هي اللي هتحصل. صحيح. ده اول حاجه خالص. لكن تعالى بقى ننتقل فكره القلق نفسه. هو ما كنت هكلم مع حضرتك في نقطة إن هو المشاعر بتختلف من شخص لآخر. في شخص ممكن يقلق
ويبقى قلقه طبيعي. تمام. في شخص تاني ممكن القلق يوصل لمرحلة اللي هو اضطراب. وممكن الاضطراب يوصل لمرحلة أخيرة خالص وهي اكتئاب. صحيح. فعاوزة حضرتك تفسري لي أو تشرحي لي الفرق بين الثلاث مشاعر دول، وإزاي هنحاول إن احنا نتغلب على موضوع الموضوع يزيد معانا أو ما يوصلش الموضوع لمرحلة اكتئاب فيما بعد. تمام. خليني أقولك بس في البداية إن القلق كشعور هو والتوتر والخوف وكل الحاجات دي مشاعر أصلا في صالحنا، مشاعر بيكون عارف علم النفس وسائل تكيف. ليه؟ دي في حالة ما تكون طبيعية، لأن لما يكون في عندي مثير حقيقي، حاجة فعلا يعني عندي امتحان بكرة، عندي في حاجة انترفيو راح أعمله مهم، فطبيعي جدا يكون عندي شوية قلق، لأن دول هيحركوني إن أنا أقوم أنجز وأقوم أذاكر عشان خاطر أعرف إن أنا أحل في الامتحان. تمام. فده كده ده قلق طبيعي، ووظيفته إنه يحافظ عليك أصلا، فاسمه وسائل تكيف. فالقلق في الحياة اليومية في الأحداث اللي بتحصل يومية ده شيء صحي. بس مش على اي حدث، مش طول الوقت. تمام. انا بكلم قلق طبيعي بحيث ان في مثير، في حاجه فعلا تستدعي ان انا اقلق. في امتحان، في حيوان مفترس يعني فك قصادي، وفي بيني وبينه سور بس مش عالي قوي، وهو اصلا يقدر ينط، فقلقانه. طبعا قلقانه لانه عادي ينط سهل جدا. فده كده قلق طبيعي. القلق المرضي او اضطرابات القلق هي الحالات المرضيه من القلق، هي الحالات اللي انا فيها بيحصل لي القلق ده ولكن بدون مثير حقيقي ملموس. يعني عندي سوء ظن زياده، مش سوء ظن، مش مجرد تشاؤم، لا. يعني دلوقتي الحمد لله صحتي كويسه، ما عنديش اي امراض، ولكن انا خايفه من بكره ان يجي لي مرض، فالمرض ده يخليني ما اعرفش اشتغل، فما اعرفش اصرف على بيتي، ما اعرفش. بصي يعني سلسله افكار، يعني ده بيبقى مرتبط بان الشخص بيكبر بالاحداث، يعني ما بتبقاش ما بيبقاش الحدث بعينه، لا ده هو بيبقى تخيلاته عن اللي ورا الاحداث دي ممكن بالزبط. تحصل بالظبط. عنده شيء من سوء الظن. زائد ان طبعا في انواع كتير من اضطرابات القلق، احنا عندنا اضطراب الهلع، في اضطراب القلق العام، في القلق الاجتماعي، في الوسواس القهري، في حاجات خاصه بالتروما والصدمات، فكل واحد من دول. ايه الفرق بينهم يا دكتور عشان نعرف نعرف ان احنا نحدد او نعرف الشخص اللي قدامنا ممكن يكون بيعاني من اي نوع فيهم؟ تمام. خليني اقول لك بس ان في اعراض عامه. اول حاجه بالقلق عموما احساس المشقه، واحساس ان انا مش مستمتعه ومش حاسه بسعاده خالص. الحاجه الثانيه اللي بيحصل لي خلل وظيفي. خلل وظيفي بمعنى انه انا يومي بيتعطل، بقى مش يومي بس، حياتي. يعني طبيعي كده كلنا على فكره عندنا قلق، كلنا، وخاصه من الافكار والحاجات الاحداث اللي بتحصل مقلقه فعلا وسيئه. ولكن في فكره انه ان الافكار دي بتعطلني، بدات مش عارفه اشتغل، مش عارفه اعمل شغل بيتي انا كست، مش عارفه انا كراجل ان انا اركز في شغلي. ده ممكن يشخص انه مرض، بدايه مرض. طبعا. لا هنشوف بقى بالمرض دي هنعرفها ازاي لما نشوف بالظبط ايه الاعراض اللي عنده. انا قلت دلوقتي في اعراضين مهمين، المشقه او عدم شعور بالسعاده، زائد الخلل الوظيفي، دول اعراض عامه. بعد كده بقى الحاجات التفصيليه دي خلينا نعرف هو نوع الاضطراب اللي عنده ايه. تمام. يعني مثلا في حاجه اسمها اضطراب القلق العام، وفي حاجه اسمها اضطراب الهلع. ايه اضطراب الهلع؟ اضطراب الهلع ده يعني قلق من اعراض القلق. هو يعني ايه عباره عن بيقلق من القلق نفسه؟ هقول لك ليه. لان الهلع ده حاله من التوجس شديده جدا جدا جدا، جايه نتيجه ان انا بيجي لي اعراض معينه بتحسسني ان انا هموت دلوقتي مش قريب، يعني اللي هو تفكيرنا انا حاسه ان ممكن اموت بكره بعده، ولا ان اجل قريب. ممكن تصحبها اعراض جسديه دكتور، ان انا من كتر القلق ممكن. هو اصلا اضطراب الهلع فكرته، انا بقول القلق من اعراض القلق ليه؟ لان اعراض القلق بتبقى قويه جدا، وتبقى اصلا اعراض جسديه، زي مثلا تلاقي حد قلبه بيدق جدا بس بشكل بصوت عالي قوي قوي، ويعني سريع، ونفس ضيق، ومش عارف ثقل في الجزء الشمال، في كمد هنا على الصدر، مش عارف حاجه، سكون الساقين بيقفوا تقال. فكل ده بيحسس الشخص اللي بيتعرض للحاجه دي كانه هيموت دلوقتي. تمام. رغم ان كل ده ممكن ما يبقاش اصلا مرض جسدي، لا لا لا، ممكن يكون نفسي بيأثر على جسده. هو مرتبط بافكار الموت، حد شويه عنده فوبيا من الموت اصلا، فبيقوم يجيله النوبة دي، فالنوبة صعبة جدا جدا، بتستمر بتاع حوالي 10 دقايق، وفي ناس ممكن أكتر، في ناس ممكن أقل، بس هي المتوسط بتاع 10 دقايق. لما بتيجي لشخص بيحس إن هو هيموت لدرجة إن هو ممكن تلاقيه أنف، أو لو هو نايم فجأة يقوم يقف، يعني بيجري بيهرب كأنه الموت بيجري وراه. ده فكرة الهلع. فبيبقى الشخص ده في اضطراب الهلع، لما يجي أنا أشخصها أنا بشوف هل أنت بتبقى قلقان من الموت أكتر، ولا من فكرة الأعراض اللي بتجيلك قبل الموت اللي بتقولك أنت هتموت دلوقتي. فما تيجي تقعدي مع الاشخاص دي او الشخصيات النوعيه دي، هتعرفي ان هم عندهم يعني خوف من او قلق من الاعراض نفسها، ان هو اول ما يجي له حته قلبه بيدق جامد فجاه انا هموت دلوقتي، حاسس ان هموت دلوقتي. وهي طبعا بتبقى اعراض صعبه وتقيله، بتبقى فعلا شبه كان روحك بتطلع، بس هي مش حقيقيه.
بس يا دكتور في ناس بيحصل لها الأعراض دي من الحزن، بتبقى برضو شيء نفسي مش شيء جسدي، بس برضو إزاي أفرق إن اللي بيحصل ده بيحصل لشخص بسبب إن هو حزين أو إن هو فعلا عنده مشكلة نفسية وهي الاضطراب؟ بصي كده بتقولي الفرق بين القلق والاكتئاب، يعني السؤال ده كأنه بالضبط إيه الفرق بين القلق؟ توجس من حاجة في المستقبل، حاجة لسه ما حصلتش، تمام؟ أنا خايفة يحصل لقدر الله حروب، أنا خايفة إنه يحصل يجي مرض معين عشان بدأت أحس بتعب معين، أنا خايفة، كلها مرتبطة بالمستقبل. الاكتئاب حزن، الاكتئاب المود الأساسي بتاعه الحزن. ليه؟ الحزن ده مرتبط بالماضي، حاجة أوريدي حصلت، تمام؟ كان عندي أمل في موضوع ما تمش وما حصلش، فالنظرة بتاعتي سوداوية، تمام؟ حاسة إني مفيش أمل، محبطة، عندي يأس. فالفرق بين القلق وبين الاكتئاب هي الاثنين دول، واحد خايف من المستقبل، واحد اصلا متاثر لسه بالماضي. فدي اول حاجه. ماشي، الاكتئاب بقى مختلف عن القلق شويه. يعني الاكتئاب فيه شويه اعراض، وان كان فيه شبه شويه في الاعراض الجسديه، ممكن يحصل الم في المعده وفي المفاصل والى اخره، ولكن فيه برضو اختلافات، وده وفقا برضو لان في الاكتئاب انواع، يعني حتى الاكتئاب ليه انواع. وخليني برضو قبل ما اتكلم على ده، ان في فرق بين الكآبه وبين الاكتئاب. يعني الكآبه ده مود حزين، تمام؟ طبيعي جدا انا لما اشوف حد قدامي اتقتل، وفي الحاجات بنشوفها في الفيديوهات، او حد مات نعرفه، او حد مثلا خسر خساره ماليه كبيره، او انا شخصيا، طبيعي ان انا اكون حزينه، طبيعي. طبيعي ان انا اكون يعني حاسه باللي قدامي، ده مود، المود العام حزين لان في اخبار كتير مش كويسه. ولكن الاكتئاب استمرار وليه علامه معينه، يعني عندي مثلا في حاجه اسمها اضطراب الاكتئاب الرئيسي، هو الام دي دي، ده بيبقى مفروض 5 اعراض يستمروا معاك لمده اسبوعين. لو استمروا لمدة أسبوعين يبقى كده لازم تروحي على طول لطبيب نفسي وأخصائي نفسي أو معالج، تمام؟ ونفس الكلام مثلا في عندي اكتئاب تاني مزمن، ده بيستمر لمدة 2 سنين، تمام؟ ويبقى أعراضين بس، مش لازم 5 أعراض، أعراضين ده أقل حاجة يعني، بيستمر لمدة 2 سنين، مش أسبوعين، 2 سنين. فأنت مفروض برضو مع المعالج بتاعك أو الطبيب يعرفك كل الحاجات دي. طيب خليني أقولك هي إيه أعراض الاكتئاب أصلا وفقا للدليل التشخيصي الإحصائي الخامس. ايه اعراض الاكتئاب؟ في اعراض كتير قوي، لو انا عشان اقدر اشخص، وبرده ده انا مش عايزه حد ياخد الكلام ويطبقه على نفسه، لازم يروح لطبيب ويشوف واخصائي. الاعراض كتير، اول حاجه فيها زي ما قلت من شويه في الاكتئاب الشعور بالحزن والياس والاحباط. انا المود اللي هو السوداوي، مود سوداوي تماما، فده اول حاجه. الحاجه الثانيه فقدان الطاقه، انا مش قادره اعمل حاجه. ليه؟ ما هو انا حاسه ان انا اللي كنت عايشه عشانه خلاص راح، فانا ما عنديش طاقه اعمل حاجه، تمام؟ بالتالي عندي تساقل وتباطؤ، تلاقي حركته تقيله، كلامه تقيل، صعوبه في التركيز، ذاكرته ضعيفه جدا، عنده اهمال شويه في الشكل، وهو فقد الشغف في الحياه. حاسس ان كان عايش عشانه خلاص راح، انا عايش ليه؟ انا كنت بحلو ومش عارف بتطور عشان حاسه اني عايزه اوصل لكذا واعمل كذا فراح، فانا مش يعني ده تفكير وده تفسير بتاعه، فانا عامل ده كله ليه؟ فتلاقي اهمال في النظافه، اهمال في شكله العام، منعزل، بس مش مجرد منعزل، كمان ممكن تقلب الانطوائيه، يعني فرق بين العزله والانطوائيه. تلاقي ان هو بيعطل بقى في جميع ايه مناحي حياته، عنده اضطرابات اكل او اضطرابات شهيه، اللي هو بمعنى يا بياكل كتير يا بياكل قليل، فتلاقيه يا اما زاد تخن قوي يا اما خس. اضطرابات نوم، يا بينام كتير جدا يا بينام قليل. افكار انتحاريه، دي اكتر حاجه بنخاف منها في الاكتئاب، يعني ممكن يكون مر بكل ده بس لسه ما وصلش الافكار الانتحاريه. افكار انتحاريه دي مشكله بقى، دي اللي احنا ساعتها لا لازم يكون في علاج، دوائي بقى ونفسي، حاجات كتير قوي بنعملها مع بعض. فانا المفروض بشوف كل الاعراض دي واشوف انا عندي منها كام واحد واستمر معايا قد ايه، لان في حاجه اسمها اضطراب اكتئاب حاد وفي حاجه اسمها مزمن، تمام؟ الحاد لازم يتعالج فورا، يعني اللي هو بيبقى الاعراض ظاهره جدا عليه. فانا اشوف بالظبط انا فين من ده كله، هل المود اللي عندي الحزن اللي انا حاساه هل هو بيروح لما بيظهر لي مثير جديد مفرح؟ يعني ممكن اكون فاكره بقول على نفسي ممكن يبقى مؤقت. طب هو اكيد هو الكآبه هو مود حزين مؤقت، شعور حزين مؤقت. يعني ازاي؟ يعني الى ان يوجد مثير مفرح اخر. صحيح. يعني انا امتى يكون بقول على نفسي كئيب مش مكتئب؟ لو انا دلوقتي حزين بس اول ما سمعت خبر حلو رجعت كويسه جدا، تمام؟ التاني اللي هو اللي عنده اكتئاب ولا اي حاجه ولا اي اندهاشه، هو هتلاقيه حتى كبيره ابتسامه ده لو ابتسم، تمام؟ فده الفرق بين الاثنين، ولازم اشوف بالظبط مده استمراره وقد الشده والمده الاثنين دول. طبعا اللي يساعد على ده اكتر الطبيب او المعالج النفسي، الاثنين مع بعض بالتناغم بالاثنين مع بعض يعني. طب دكتور حضرتك ذكرتي ان الاكتئاب ليه انواع،
فممكن تكلمينا عن انواع الاكتئاب وازاي نعرف ان هو المكتئب ده في حاله صعبه او لا. بصي ازاي لسه كنت بقول من شويه انا قلت نوعين، قلت الاضطراب الاكتئاب الرئيسي وقلت الاضطراب اللي هو المزمن في اللي هو من قوسين يعني عصر المزاج. في حاجات في اكتئاب اسمه اكتئاب تفاعلي لو سيتويشنال تمام، ده بمعنى ايه؟ ان انا كنت كويسه جدا بس حصل لي حدث مفزع يعني زي مثلا موت حد قريب مني جدا، يعني خساره ماليه، اترفضت من حد ما كنتش متخيله ان ده اترفض منه او بعدني عنه، حاجه كده مؤثره قوي فجاه حصلت. فبيحصل لي ساعات اعراض اكتئاب شبه اللي فاتت، يعني الاعراض انا قلتها من شويه دي تقريبا موجوده فيهم كلهم يعني باستثناء حاجات معينه، ولكن الفرق في المده والشده دي عن طريق بقى المقاييس بتاعه الاكتئاب عند الاخصائي النفسي او عند الطبيب. تمام. ده اللي هو اكتئاب تفاعلي. في اكتئاب غير نمطي اللي هو بمعنى ايه، هو مختلف شويه. اكتئاب غير نمطي ملهوش ماسكه، بس انت هتلاقي دايما اللي عنده بس ليه اعراض ممكن ان انا هتلاقي أعرفها. ان هو بقى مش اضطراب نوم، اضطراب نوم يعني بينام كتير او ينام قليل، لا ده بينام كتير. تمام. الاكل بياكل كتير، عنده افراط في الاكل مش العكس، يعني عنده واخد ناحيه معينه، فتلاقي دايما سمنه او يعني مش هقول لك سمنه، زاد في الوزن، مش شرط سمنه، زاد في الوزن. بقى عصبي اكتر، بقى يعني العلاقات الاجتماعيه بتاعته بتبوظ اكتر من زمان. فكل ده برضو دي انواع من ضمن اللي هي الحاجات الخاصه بالاكتئاب، دول اكترهم او اشهرهم يعني. طب يا دكتور لو لا قدر الله حد وصل للمراحل الاخيره دي او النهائيه من الاكتئاب، بيبقى في علاج لهذه المراحل ولا الموضوع بيبقى صعب؟ هو اكيد كل حاجه ان شاء الله ليها علاج. تمام. بس هي الفكره ان احنا نكون مستبصرين بالموضوع، يعني انا مهم برضو جزء من ضمن العلاج جزء التثقيف النفسي. المفروض يكون في توعيه بايه اعراض الاكتئاب وايه اللي بيوديني ليه اصلا. يعني الفكره برضو في مريض الاكتئاب الميزه، يعني في حاجه عندي اسمها اكتئاب بسيط، وفي حاجه عندي اسمها اكتئاب حاد، وفي حاد جدا، وفي حاجه اسمها هائج. الاكتئاب البسيط ده الشخص بقى مستبصر بالحاله بتاعته، فيقدر يلحق نفسه. تمام. لما يشوف الاعراض دي هو جزء كبير من العلاج ان انا اكون عارف اللي عندي. ان انا حاسس ان انا فيا 1 2 3 4 وده مش طبيعتي ومستمر، زي ما انا بقول دلوقتي يعني اللي بيسمعني مثلا ياخد الاعراض دي ويحاول يشوفها، بس يشوفها بشكل سليم، مش يقعد مش كل حاجه دي عندي لا، هي ليها برضه شروط. فده المفروض مستبصر عنده نوع درجه من الاكتئاب بسيطه. الاكتئاب الزياده قوي اللي وصل لاقصى مراحله بيبقى المريض مش مستبصر، اللي حواليه هو اللي عليهم دور. تمام. ففي كل الاحوال احنا المفروض يكون عندنا تثقيف نفسي خاص بالاكتئاب والقلق وهو الى اخره، لان ممكن يكون في حد حوالينا بيغرق. تمام. زائد هو مش قادر يساعد فعلا. اكبر علامه ايه كمان على المراحل الاخيره دي؟ اللي بيفكر في الموت وبيتكلم دايما عن الانتحار، او تلاقيه دايما بيقرا عن الحاجات دي، او دايما يقول انا هعيش ليه، او هو بيروح للحته دي دايما، او اللي حاول يؤذي نفسه مش يموت نفسه، لا اللي هو بيعور نفسه. اسمها افكار انتحاريه، يؤذي نفسه عشان في الاخر يوصل لطريق الموت. افكار ايذاء غير انتحاريه. هي دي بمثابه اللي هو بيقول لحواليه بصوا خافوا انا ممكن في اي لحظه ما بقاش موجود. طب يا دكتور روشيتا من حضرتك علشان مع كل اللي بيحصل حوالينا ده نحمي نفسنا، نحافظ على نفسنا من ان احنا يحصل لنا حاجه زي كده. بص، هو اول حاجه انك تفصل بين اللي جواك والمحيط بتاعك. يعني المحيط فيه حاجات كتير سيئه، بس حاول انت على قد ما تقدر يعني تهتم بالحديقه الداخليه. انت تكون في حاجات ايجابيه بتركز عليها، ان يكون لك هدف في حياتك، ان يكون في عطاء، ان يكون في حد انت بتسعده، اول حد على فكره تسعده هو انت. فالحاجات دي هتخليك نوعا ما قوي نفسيا، يعني اعتمد على فكره الثقه بالنفس والتفاؤل الذاتي اللي مش مرتبط باي احداث حواليا. واذا حصل احداث حواليا صعبه، فالمفروض ان انا يعني اعرف اتعامل معاها صح، مش اللي هو اتاثر بيها التاثر اللي اثر على حياتي وشخصيتي، لا انا شو اعمل دوري تجاهها، والجزء اللي انا ما اقدرش عليه خلاص ما ببصش عليه بقى عشان ما اتعبش. ده سريعا كده عشان ما، وطبعا اكون متابع مع اخصائي نفسي او معالج او طبيب نفسي او ايا كان، واكون زي ما قلت من شويه عندي حاجه اسمها التثقيف النفسي، دي اهم حاجه. صحيح يا دكتور. الدكتور نورهان النجار اخصائي وارشاد نفسي واسري، انا بشكر حضرتك على معلومات حضرتك الرائعه، وان حضرتك يعني اديت لنا امل حتى مهما الموضوع كان صعب ومهما بنشوف حوالينا، لا لازم نخلي بالنا على نفسنا ولازم دايما نحمي نفسنا من اي نوع اكتئاب. بشكر حضرتك يا دكتور. سلام. وبشكر حضراتكم كمان على متابعه حلقتنا النهارده، اشوفكم في حلقه جديده من صباح ميومكم جميل.